إن الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا، فآل الله عز وجل على نفسه أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا من به عاهة. ثم دعا عنده وتقرب بالحسين بن علي عليه السلام إلى الله عز وجل إلا نفس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنبه ومد في عمره وبسط في رزقه. وإن له عز وجل ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام، فإذا هم بزيارته الرجل أعطاهم الله ذنوبه، فإذا خطأ محوها، ثم إذا خطأ ضاعف له حسناته، فما تزال حسناته تتضاعف حتى توجب له الجنة. ثم اكتنفوه وقدسوه وينادون ملائكة السماء أن قدسوا زوار حبيب حبيب الله، فإذا اغتسلوا ناداهم محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله، أبشروا بمرافقتي في الجنة. ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه السلام: أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة. ثم التقاهم النبي صلى الله عليه وآله عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم، وتشيعهم الملائكة إلى ديارهم، فإذا مرض أحدهم عادوه، وإذا مات صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته. فإذا أتى يوم القيامة مكتوب على جبينه زائر الحسين، لم يبق أحد إلا وهو يتمنى أن يكون مكانه، لما يرى مما يصنع بزوار الحسين سلام الله عليه من كرامتهم على الله تعالى، فيؤمنهم يوم الفزع الأكبر ويدخلهم الجنان ويقعدهم على موائد الجنة، يأكلون مع النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام وعلي أمير المؤمنين عليه السلام، والناس حينها لا يزالون في الحساب. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عين، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين.